السلام عليكم، مرحبا اصدقائي، انا زهير المسعودي وهذا البلوك رقم 3، وانا كنتواجد في واحد المدينه اللي كتعتبر جوهره المغرب وكيقصدوها جميع المصورين من جميع انحاء العالم، وانا كنعتبرها واحد المتنفس جيد للمصورين باش يبدعوا اكثر واكثر في تصوير الشارع. من خلال هذه الجوله ديالي غنستضيف معايا واحد المصور شارع كيعيش في هذه المدينه باش غيقدر يعطينا بزاف ديال الافكار والاشياء اللي نقدروا نصوروها. وبلا شك عرفتوا شنو المدينه انا كنتواجد، اللي بقاو معايا. بلا شك عرفتوا المدينة اللي كانت واجد بها هي شيف شاول. مرحبا بكم في شيف شاول. غنحاولوا في هذه الجولة أننا ناخذوا بزاف ديال الصور، نتمنى تكون جولة رائعة. وانا كنتواجد مدينه شفشاون، معايا واحد المصور شاب، مصور رائع، اللي غيحاول يفيدنا بعده معلومات في تصوير الشارع. غنقدم لكم الاخ حسن. مرحبا الاخ يا حسن. الاخ زهير، مرحبا بك. كنحاول كنتمنى اليوم تفيدنا اكثر واكثر في تصوير الشارع ان شاء الله. انت من اهل الاختصاص، فمرحبا بي عندك. مرحبا بك اخي ديالي، شكرا جزيلا. شكرا. فالاخ حسن، شنو هو الشيء اللي خلاك تدخل عالم تصوير الشارع؟ بغض النظر على هناك بزاف ديال الانواع ديال التصوير، كاين البورتري، كاين تصوير الطبيعه، علاش بالضبط اختاريتي تصوير الشارع؟ بالنسبه لتصوير حياه الشارع، كنظن خصوصا الناس اللي كيصوروا حياه الشارع، الا سولتهم هذا السؤال هذا ربما يقدروا يجبروا صعوبه باش انهم يجبروا واحد السبب ثاني اللي هو يعني حقيقي كملموس. نعم. ولكن نقدر نقول لك بان تصوير حياه الشارع هو واحد المتعه، واحد المتعه اللي انت شخصيا كتحس بها ملي كتخرج تصور الشارع بطبيعه الحال. نعم. في نفس الوقت يعني الذات ديال الانسان او دار المصور ربما كيجبر شي حوايج اللي كيبغي النقله للمشاهدين ولا ناس اخرين اللي هما بعادين على النطاق اللي هو عاش في هذيك اللحظه، ولا هذوك كيبغي النقله كما هي، سواء كانت لحظة فرح، كانت لحظة حزن. طبعا يعني تما كتوقع بزاف ديال الأشياء اللي في واحد اللحظة كتكون وما كتعاودش. يعني شنو هي المشاكل اللي كتواجهها في الشارع وأنت كمصور شارع مغربي؟ كمصور حياة شارع، حياة شارع مغربي، يعني أول حاجة كاين بعض اللحظات اللي كتجبر الصعوبة يعني في التجاوب مع الناس، طبعا ماشي دائما. داكشي باش كنفضل بان المصور ديال حياه الشارع الافضل على انه يكون يعني بين قوسين شبح. طبعا يعني ما يكونش كيفوت الانتباه، يعني حتى في الطريقه ديال اللبس ديالو غادي تقصد الطريقه ديال اللبس ديالو انه يلبس عادي في حاجه بحال الناس. من ناحيه ديال اللبس الافضل انه ما يكونش واحد اللباس اللي هو لباس يعني كيلفت الانتباه من ناحيه الالوان ولا من ناحيه ديال الشكل ديال اللباس. شنو هل مصور الشارع بالضبط خاص يكون عنده ماتريال كبار وادوات بايضه الثمن، ام انه يقضي باش ما كان وصافي؟ يعني هنا بالنسبه للمصور حياه الشارع من الافضل على انه تكون ماتريال، يعني المصور الاله ديال التصوير اللي كيشتغل بها، من الافضل انها تكون واحد الاله اللي هي من ناحيه ديال الحجم صغيره. يعني هذه بعض المرات كيبقاو الاصدقاء ديالي كيقولوا لي واش بهذه كتخرج الصوره؟ نقول لهم المهم حنا كندبزوا باش نصوروا، كندبزوا باش نصوروا، في نفس الوقت يعني ما كتلفتش الانتباه لا من ناحيه ديال الحجم ديالها ولا من ناحيه ديال الشكل ولا من ناحيه ديال الصوت.
لاحظوا ان عده مصورين مبتدئين في تصوير الشارع عندهم واحد المشكل لانهم ما كيقدروش يصوروا في الشارع، ما كيقدروش، عندهم واحد التخوف من تصوير الناس في الشارع. غنحاول يحاول الاخ حسن انه يوضح لنا بزاف د الاشياء اللي نقدروا نستافدوا منها جميعا. اول حاجه يعني باش انك تصور حياه الشارع يعني خصك يعني تكون مقتنع بهذه المساله هذه، وتعرف بانك يعني تقدر بعض المرات تحط في بعض المواقف اللي هي محرجه. غير هنا الافضل هنا خص الانسان يكون كيعرف يتصرف. مثلا اذا وقع لك مثلا انك جيتي تصور شي لقطه ولا شي شخص، يعني بغيتي تقول المشاكل هما جزء من هذا الشيء كامل. طبعا هو جزء من هاد حياه تصوير الشارع. واش عمرك تعرضتي لشي اعتداءات ولا شي حاجه وانت كتصور؟ في مشاكل الحقيقه الاعتداءات لا، ولكن المشاكل بطبيعه الحال ما يمكنش مصور شارع ما كنتش تعرف المشاكل. خصوصا مثلا عندنا هنايا في الدول ديالنا مثلا بحال المغرب ولا كنظن ان الا كنتي في بحال اوروبا ولا هذا كاين يعني فرق الجو، المجتمع كيساعد على المجتمع كيساعد، وحتى القوانين يعني ما كاينش شي قوانين اللي كتجبر مثلا انسان يعني كيكون عارف القوانين ديجا. في نفس الوقت يعني ما كتجبرش واحد التعنت مثلا من عند الشرطه ولا من عند، حيت هنا في المغرب مثلا يقدر يستفسرك بوليسي مثلا علاش كتصور شنو كدير. بغينا نعرفوا شنو هي الاعدادات الكاميرا اللي كتستعمل. بالنسبه للاعدادات ديال الكاميرا من الافضل يعني انت ملي هابط تصور حياه الشارع راه يعني كتكون خصك تكون دائما فري، دائما مستعد. يعني من الافضل لو انك تكون مريقل ديجا الكاميرا ديالك وحتى مثلا الوضعيه من الافضل اوتوماتيك حيت ما كيبقالكش الوقت عاد انت دير الاعدادات وهذا. يعني كتجي لك واحد اللحظه حاسمه راه ما حطيتش فيها ثانيه فيها ثانيه يعني ما الا فتي هذيك اللحظه هذيك صافي مشى داكشي اللي كنتي باغي. شنو نقدروا نصوروا اليوم وانا جيت عندك نشاون؟ شنو نقدروا نصوروا في شاون؟ انا في شاون تقدر تصور العلاقه ديال الانسان مع الارض. نعم يعني من ناحيه ديال التمازج اللي كتقدر تلاحظوا مثلا بين انسان شفشاوني وبين الثقافه يعني والمعمار ديالو، جداريات شاون، جداريات الالوان، يعني الالوان اللي كاينه في شاون انت كتشوف يعني كيسود عليها هذا اللون الابيض والازرق. كذلك الاشكال الهندسيه يعني اللي هي غير منتظمه هذا كيعطي واحد الاضافه حتى هو عاود للصوره، إضافة إلى ذلك الطابع الأندلسي للمدينة. أخي حسن إلا قدرتي توجه شي نصائح للشباب المبتدئين في تصوير الشارع ونستافدوا منها جميعا. بالنسبة للنصائح يعني أول حاجة راه الإنسان يعني دائما كيبقى كيتعلم. طبعا يعني ما يأسش مثلا الاستمرارية. الاستمرارية ومن الأفضل أن مثلا تكون كتصور واحد العدد فهمتيني، خصوصا الا كان الواحد باقي مبتدئ صور عدد يعني من الصور يحاول يعاود واحد اللحظه يجبر راسو مثلا على الاقل بدا كيضبط الكادراج. نعم فهمتيني يعني العناصر ديال الصوره
كذلك واحد إضاءة مهمة حتى هي. مسألة أخرى عاود أن حتى الدراري يعني من الأفضل لهم أنهم يكونوا كيغذيوا البصر ديالهم. التغذية البصرية. التغذية البصرية. أما المواقع كاين بزاف ديال المواقع. في هذا الوقت هذا ما بقاتش شي حاجة اللي هي صعيبة، فهمتيني؟ يعني تقدر تدخل على الانستغرام مثلا، خصوصا مثلا ملي كتكلم على ستريتي راه تبارك الله مثلا في المغرب كاينين دراري زوينين اللي كيخدموا هادشي هذا، كاين كذلك على المستوى الدولي. طبعا. كاين بعض هذا سميتهم الدراري، كاين شي دراري المهم يعني فوطاجات واعرين إلا بغيتي يعني ديروا واحد التغذية البصرية العين ديالك، وهاد المسألة هادي مهمة بزاف يعني كتأثر على حتى هي على المستوى ديال الشخص، كتعاونو كتعطيه واحد الإبداع مستقبلا يعني كتخلي كتفتح له كما كنقولوا العينين.